بالسلام عصفور الجناين جايب لي سلام من عند الحنين جايب لي سلام عصفور الجناين جايب لي سلام من عند الحنين نفض جناحات وعشباك الدار مثل البريشات ومخبى سرار سرار اللي عرماني حكيت وحكاني بعيون الدبلاني شفت الهوى باين جايب لي سلام عصفور الجناين جايب لي سلام من عند الحنين الله الله. ودائما بصباحاتنا بنفرض مساحة للمواهب واليوم موهبتنا استثنائية بدنا نقول الحمد لله على السلامة اجت من حمص الله يسلمك يعني صوت جميل مع حضور رائع حلا ديوب اهلا وسهلا فيكي والف الحمد لله على سلامتك اهلا وسهلا فيكي الله يسلمك يعطيك العافية يعني أنت هلأ ما صار لك شي ساعة واصلة على اللادقية اليوم أنت حابة من خلال شاشتنا تعرفينا على موهبتك الجميلة أول شيء عم تتابعي قناة بوكاريت ايه قد ايه حلوه البرامج اللي عم نقدمها لا كثير حلوه انا حبيت اطلع يعني اطلع على المقابله لانه كثير حلو وفي مشاهدات عاليه اهلا وسهلا فيكي ونحن بنفتخر بالمواهب الحلوه مثلك هلا احكي لنا ايمت بلشتي تعزفي على العود هلا انا بعزف على العود وبعزف على آلة الاورك تا كمان حلو اهتمام موسيقي بحت يعني من عمر 7 سنوات لعمر 10 سنوات على آلة الأورك من عمر 10 سنوات لعمر هلا أنا عمري 16 سنة العمر كله الله يسلمك على آلة العود 5 سنوات تمام يعني حلا بتحسي إنه في جهد هيك كبير وأنت عم بتغني إذا كنت عم تعزفي على العود لا ما في جهد لا إيه كان في جهد قبل يعني لما ما كنت أعرف أعزف كنت كان يعني في تعرفي وين بدك تدوزني صح وين بدك اوتار يعني خاصة بتدوز انا ما كنت اعرف دوزين فانه اخذ لعند الاستاذ والاستاذ بعيد فانه هيك طيب نسمع صوتك من دون عزف على العود اي تكرم يلا حبي ايه اللي انت جاي تقول عليه انت عارف قبل ما انا حبي حبي اللي انت جاي تقول عليه انت عارف قبل ما انا حبي ايه لما تتكلم عليه لما تتكلم عليه حبي 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 اللي دكاي تقول عليه ما شاء الله عليك خزيت العين الله يحفظك على الصوت يعني, يعني الغناء ل سيدي ام كلثوم سيدي ام كلثوم يعني بتحسي انه لبنت صغيره هيك شو بتضيف لك انت لصوتك ل للموسيقى اللي انت هي كثير راقية يعني الطرب هو الطرب هو الاساس يعني كثير راقي هو اللي بيعلم يمكن هي اللي بيعلم لكن يعني اول ما بدي اتعلم نتعلم للسيدي فيروز للسيدي ام كلثوم ولا مطربين كثير من اول حدا قال لك صوتك حلو انت لازم تهتمي بالغناء وبعدين بلشتي يعني تهتمي بابا الماما نوجه لها تحية للماما نحن حلا اليوم بدنا نحاول نستفاد من وجودك نسمع أكبر قدر ممكن نسأل مع أنه كتير ما شاء الله عليها متحدثة وصاحبة شخصية كتير جميلة بالإضافة للصوت الحلو وعزفة الحلو ولكن حابين نسمع شو محضرتين هلا بدي سمع حابة سمعكم للفنان الراحل فؤاد غازي تفضل ما ودعوني يلا الله
صح تاني، حبي بعده جديد لسه ما هناني، راح ولا بعيد خلوني وحداني، حبي بعده جديد لسه ما هناني، بيزعلوا ما بريد كيف بيزعلوني، راحوا راحوا وحدي خلوني يا عمي ما ودعوني. قلبي يا مسكين يا دمع عيوني، راحوا راحوا وحدي خلوني يا عمي ما ودعوني. كي زعلتينا يا يعني نحن هلا حلا سالناها انه مين اول حدا قال صوتك حلو، قالت الماما او شجعتها. اليوم انا بتوجه تحيه للسيد الوالد اللي رافقك برحلتك من حمص وكان كمان داعم لك اليوم وكان موجود معك. قد ايه حلو الاهل لما بيدعموا اولادهم بموهبتهم؟ كثير كثير حلو صح؟ يعني حلا نحن كثير تشرفنا بوجودك، نحن كثير سعيدين فيكي، اكيد بنتمنى لك التوفيق، بنتمنى لك مستقبل يكون حلو مثل صوتك وادائك. رح نختم معك بغنيه اكيد، يعني رح نسمع اخر غنيه انت رح تقدميها، بس رح ودع كريم ودع مشاهدينا اللي كانوا معنا بحلقتنا لليوم. اكيد برامج قناه اوغريت مستمره، تحيه مني ومن كادر العمل لكل شيء كان معنا. الى اللقاء. الى اللقاء، بدي اتمنى لك بقيه نهار حلو يا لارا، وكمان بدي اتمنى السعادة لقلوبكم مشاهدينا وين ما كنتوا اليوم عم تتابعونا وتابعتونا عبر صباحات العدلية من خلال الضيوف. إن شاء الله يا رب نكون على قد المسؤولية وقدمنا لكم فيها الفائدة، وأكيد بدنا نشكر ضيوفنا اللي كانوا حاضرين اليوم وقدموا لنا شيء من خبرتهم بصباحاتنا. انتظرونا بصباح جديد من صباحاتنا، إلى اللقاء. وطننا كله محنة.